لهذه المناسبة أود كما جرت بذلك عادتنا أن أجدد الحمد لله سبحانه وتعالى والشكر له على ما أنعم به علينا من نعمه الظاهرة والباطنة، وكان من بينها ومن أعظمها تيسيره سبحانه وتعالى لنا ما يسر من صيام هذا الشهر ومن قيامه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون قد تقبل منا جميعا، يعني حكومة وشعبا، وعلى رأسنا ملكنا الهمام حفظه الله عز وجل. وأريد أن أستبق الأمر وأهنئ جلالته بالعيد، وأهنئ الشعب المغربي كاملا، وأجدد حمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه بما أنعم به على هذا البلد وعلى هذا الوطن من نعمة الاستقرار ومن نعمة العافية التي فيها تعرف مناسباتنا الدينية والاجتماعية يعني مذاقها الحمد لله الخاص في وقت مضطرب وفي وقت صعب. وكل هذا لأن الله سبحانه وتعالى يعني يسر لهذه الأمة أن تبني يعني عقدها على الدين الإسلامي الذي هو مرجعية هذه الأمة وهذه الدولة، وعلى إمارة المؤمنين، وعلى التعلق بالدوحة النبوية الشريفة التي يعني كانت للمغاربة عبر التاريخ يعني مرجعا وحصنا يتحصنون به في المدلهمات، والتي ما فتئت الأيام يعني إلا تثبت أنها حصن منيع إن شاء الله الرحمن الرحيم في وجه كل المؤامرات وفي وجه كل الفتن التي تبتغي بلادنا. الله سبحانه وتعالى أنجى بلادنا من مدلهمات كثيرة، وما نزال نرجوه سبحانه وتعالى أن ينجينا في المستقبل من كل المدلهمات، وما دمنا متمسكين بالله سبحانه وتعالى بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وبالوفاء لملوكنا المتبادل والمبني على التجاوب الموجود بين الشعب وبين ملكه، وعلى الاجتماع لبعضهم البعض ونبض بعضهم البعض، والمحبة الموصولة والمعبر عنها في مناسبات كثيرة. لا شك أن إن شاء الله الرحمن الرحيم سيدوم هذا العقد وسيدوم هذا الأمر وسيستمر، ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا ملكنا ويحفظ لنا استقرارنا ويحفظ لنا أمننا ويعيد هذا العيد إن شاء الله الرحمن الرحيم على هذه الأمة جمعاء يعني بالخير والبركة، ويهدئ أوطان المسلمين ويصلح أحوالهم ويوفق بينهم لما فيه الخير. والسلام عليكم ورحمة الله.